لا نشوف الدنيا أحلى هو الشعار يلي حملته الندوة العلمية عن أمراض سواء الانكسار والوقاية من أمراض الغطش، وتأتي هذه الندوة بعد بدء حملة تطوعية أقامتها شركة البر للبصريات بالتعاون مع وزارة التربية للكشف المبكر عن الغطش والقرنية المخروطية. ليا الحملة بدأت مع بداية شهر شباط وكانت بمشاركة دعم عدد من الوجوه الفنية والإعلامية. لنتعرف أكثر على تفاصيل الحملة بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الدكتور فادي البر، رئيس مجلس إدارة البر للبصريات، وأكيد النجم محمد خير الجراح، وهو أيضا من الداعمين والمشاركين بهالحملة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير دكتور صباح فادي. الخير. صباح الخير استاذ صباح محمد. الخير، الله يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. ايه بدها ايه دكتور فادي، بالبدايه من عند حضرتك خلينا نحكي عن هالحمله، وخلينا نحكي عن فكره الحمله بشكل عام. هلا الحمله نحن عدنا بفتره من فترات نطلع باحتياجات او باختلاف معين عن اعاده انطلاق الشركه في سوريا وتقديم نفسها للسوق من خلال عمل مجتمعي او خدمه مجتمعيه مرورا باهداف اعلاميه. والحقيقه هذا اخذ منا اجتماعات كثيره، شكلنا نحن فريق جماعي لحتى نقوم في ترتيب هذا العمل، كان على راسه الاستاذ محمد خير ومعنا الفنانه جيني وفريق كبير طبعا من طاقم الشركه. بدأت الحملة فكرتها أنه نحن بالأساس في عنا تطلع لتوعية وتثقيف الجمهور بعلوم البصريات، والحقيقة علوم البصريات ممكن يكون مفهوم بسيط للبعض بس ولكن بتأخذ مناحي كثيرة وخاصة بالوقت الحالي وبوسائل الاتصال الحديثة وإلى آخره. من هاي الحملة الضخمة في إلى أجندة أو حملات أخرى، فذهبنا لوزارة التربية وكان تعامل جدا جيد وعطونا تسهيلات اداريه كويسه ودعم وسبورت من خلال اعطائنا كوادر الصحه المدرسيه، وبدانا بالحمله ب1/2/2018 هي للكشف المبكر عن اسواء الانكسار والوقايه من الغطش. مده الحمله 2 سنين في المرحله الاولى، والى قوالب هذه الحمله. القالب الاول بيعتمد على تدريب كوادر الصحه المدرسيه وفق دورات تدريبيه مدتها 3 ايام، اليومين الاول والثاني نظري واليوم الثالث عملي، ومن ثم الذهاب الى المدارس وتجهيز اللجان وبدء السبر واخذ الحالات، ومن ثم تحويلهم للاهالي لاخذ الاجراءات اللازمه لتحويلهم للطبيب المعروف لديهم لاجراء عمليه الكشف، ومن ثم في ندوات علميه بتصير هاي الندوات للتوعية والتثقيف هي للطفل والأهل، وبنروح نحن بعدين فيما بعد لتقديم هذه التقارير للجهات المختصة، ومن حيث انه الاخذ نحن استوقفنا اكثر من قصه، اخذنا نتائج اوليه انه في بعض المواقع وصل معنا النسبه ل 30% من الاصابه ول 20% من الاصابه في بعض المواقع، هذا اسواء انكساريه، ومن الغطش في بعض المواقع 4%. وبدأت أعمال الحملة، والحملة منتشرة في كل المحافظات السورية، ونحن في عنا أخذنا شغف كتير لما دخلنا بتفاصيل الحملة ولقينا في أحيانا قوالب أخرى أنه في أطفال بحاجة إلى هذه الخدمة البصرية من نظارة وما عندهم مقدرة، فتبنت الشركة بفروعها في دمشق وفروعها في المحافظات الثانية في الوقت الحالي تأمن هاي الحاجة البصرية من نظارة على نفقة الشركة. وبدأنا كان يوم أمس يوم السبت أول حملة تطوعية، هو العدد أول ندوة، هو عدد الندوات حسب المناطق اللي نحن بنفرز إلى اللجان 147 منطقة، يعني عدد كبير، وهي هو أكثر من 2 مليون طفل تماما يعني. وهي المبادرة بحد ذاتها هي مبادرة خلينا نقول كثير مهمة وجديدة بهذا الوقت. يعني أستاذ محمد، يعني دائما مثل هي الحملات التوعوية بتبحث عن وجوه تكون هي محببة للناس بشكل عام، ويعني انتقاء الفنانة جيني أكيد نوجه لها تحية، وأكيد حضرتك هذا شيء كثير مهم بهذا الوقت، لأنه دائما الفنان له دور اجتماعي كثير صار، وخصوصا خلال هي الفترة. نحكي عن دورك بالحملة. الحقيقة هو أنا بشتغل مع هاي الشركة من حوالي شي 8 شهور، بشتغل بشكل رسمي يعني كاستشاري تسويق باعتباري خريج بكالوريوس إدارة أعمال، فأنا هلا عم
عم مارسها للقصة خلينا نقول احترافيا الى جانب عملي كممثل. طبعا هي بتاخذ شيء جزئي من وقتي مش وقت دائم، لانه انا استشاري ولست موظفا، فدائما وقت بيكون في مناسبة في فعالية في كذا بقدم فيها النصيحة. الحقيقة قصة الحملة وانه نحن كيف فينا نقدر فعلا نوصل المعلومة للأهداف تبعنا اللي هن أهالي الأولاد بقلب المراكز بعد الفحص لحتى يكونوا مهتمين بشكل حقيقي ويفهموه بشكل جيد. فنحن بدنا جاذب يجيبهم لهدول الأهالي ويحضروا هاي الندوات اللي بدها تنعمل عليها محاضرات ويسمعوا المعلومات وتصلهم بشكل جيد. فكانت فكرتي إنه نحن دائما يكون في معنا ضيف على هاي الندوات، على الأقل ضيف واحد نجم تلفزيوني أو فني، ممكن احيانا مغني مش بالضروره بس يكون ممثل. ولازم يكون حاطط نظاره. لازم يكون حاطط نظاره. لأ انا حاطط نظارات حقيقي هلا مشان اشوف الدنيا احلى. فانا صاحب فكره انه نحن فعلا نجيب هدول وبلشنا الحقيقه بديت معي القصه وحكينا مع اكثر من 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 زميل من زملائنا، طبعا معظمهم تشجعوا وبلشوا يبادروا الحقيقه بالتواجد معنا. واول امبارح بالندوه يعني كان في عدد وافي الحقيقه من النجوم دراما تلفزيونيه والغناء والى اخره. فان شاء الله هي يعني هذا الغرض نقدر عن حقيقه نوفيه من خلال تسليط الضوء من قبلنا نحن كشركة، عم تحكي على شركة البر، انه نحن نقدر نحرك هاي البركة الراكدة اللي نحن ما لنا منتبهين لها، اللي بسوى نحن ننتبه لها. يمكن كنا مشغولين، يمكن يكون في اسباب كثيرة نكون غايبة عن ذهننا. شركة البر بادرت لحتى تحرك هذه القصة، لانه اذا عملنا هاي القصة انه نحن عملنا هذا الفحص المبكر واكتشفنا عند الأولاد مشاكلهم البصرية، ممكن نساعدهم لتصير حياتهم أحلى داخل المدرسة وهنية أكثر، وبالتالي يقدروا يعملوا نتائج أفضل كطلاب مدارس. ما تكون في عنده مبررات خليه باللاوعي تبعه تخليه يبعد عن المدرسة، لأنه نحن هدول الأولاد بحاجة لهم ليكونوا متعلمين ليقدروا أولا يواجهوا الحياة، واثنين لحتى ينهضوا بحياتنا نحن. كرمال ما تزيد نسب الأمراض، يعني يمكن الكشف المبكر عن أي مرض وخاصة مرض الغطش البصري، خلينا نحكي ونوضح أكثر عنه، والكشف المبكر عليه قديش مهم وقديش يمكن كمان خلينا نحكي شوي مشان نشوفك بشكل أحلى، مشان قرب شوي مشان نشوفك احلى. انا عم ساعدهم يا جماعه. انا رايحه باي. لا انا لانه باعتباري اختصاصي ممثل وبشتغل بضاء، فمشان نشوف الدنيا احلى ونشوف الدكتور احلى واكثر. لدكتور تقرب. انت عم تقربوا علينا استاذ محمد. انا والله ايه بدي ما بصدق انت اوصل لعندك. دكتور فادي، لكن خلينا نرجع لموضوعنا ونحكي عن هيدا المرض وعن الكشف المبكر قديش مهم ومراحل العلاج، وإذا بيتطور لبعدين شو بيصير، وإذا أهمل شو بيصير. تمام. هلأ من المعروف أنه بيتطور الدماغ ووظائف الدماغ بشكل متسارع خلال السنوات الأولى للحياة. هو بأي عمر تقريبا؟ بيحكي على الدماغ وتطور الدماغ في السنوات الأولى للحياة، وبالتالي يطور المناطق مناطق الرؤية والنطق والسمع وبينظم الحركات وغيرها. هلأ وجود أي عائق في إحدى الوظائف وظائف الدماغ بخلال السنوات الأولى للحياة، فبالتالي يؤثر هذا الأمر على صعوبة في متابعة الوظيفة بإحدى وظائف، متابعة هذه الوظيفة وعملها. هلأ بنحذى هذه الوظائف إن نحكي على قصة العين والغطش. هلأ نحن بنحكي بشكل أبسط للجمهور يعرفها، انه في الكشف المبكر لما بنشوف عين احد العينين في القدره البصريه كسولي، بتكون عين كسولي وهو غالبا ما يكون اصابه احاديه الجانب، فبتكون عين عندنا نشيطه وعين كسوله، فبالتالي لازم اذا اخذنا في الفترات وخاصه في السنوات الاولى من الصف الاول او العمر 5 سنوات و6 سنوات بكون العلاج وبكون الاستطباب أسهل ما توصل لسن 9 سنوات و10 سنوات، أو ممكن في بعض الأحيان يكون العلاج يعني الحالة معندة على العلاج في بعد 9 سنوات 10 سنوات.
طبعا هون ممكن انه هذا بده امر بحثي اكثر او حلقه اكثر لنحكي فيها بشكل موسع. بنقدر نقول تفاصيل بسيطه انه هي ببساطه انه ما جربوا الاهل او الاطفال يسكروا هاي العين او هاي العين ليشوفوا انه وين الاختلاف او التباين الانكساري في 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 عمل العين ووظيفه العين. فبالتالي نحن بنقوم من خلال الحمله بالكشف عن هذا المرض، وبالتالي بنحكي انه احيانا طرق علاجه بنقوم بازاله عائق الرؤي وبفحص اسواق الانكسار بوضع النظاره المناسبه، وممكن من ثم تحفيز العين الكسوله على الرؤيه باغلاق العين السليمه بعمليه تغطيه او المعالج له تقدير الطبيب المعالج والى اخره. هلا في انواع كثير من الكسل، الكسل الناجم عن الحول، الكسل الوظيفي الانكساري، الكسل الناجم عن الحرمان البصري وهكذا. بس بطبيعه الحال بنقول انه في نحن بهذا المرض اللي يتعرف عليه الجمهور انه بتكون عين احدى العيون بحاله جيده، او يعني ممكن يكون فيها سوء انكساري، بس بتكون احدى العين الثانيه بيكون فيها القدره البصريه فيها ماي على سويه جيده. فهذا بالتالي نحن بنعمل بنلحق القصه مبكرا حتى الوقاية من هذا الأمر، وهذا من الكشوفات الإيجابية الوقائية المبكرة في قسم العيون. ونحن كشركة الحقيقة بتعنا في مجال البصريات، وفكرة أو استراتيجيتنا نحن أنه نعمر الولد وهو يعمر البلد، ونحن اختصاصنا في اختصاص طب العيون والبصريات، ومن خلال شركائنا أطباء العيون والبصريين الموجودين في سوريا، وطبعا في عنا ناس أكفاء بهذه القصة، عم نحاول نحن ناخذ هذا الجناح ونأثر في المجتمع انه عيون اطفالنا في عيوننا. فهذا امر وقائي. في مرحله ثانيه من الحمله هو الكشف المبكر عن القرنيه المخروطيه لطلاب الحادي عشر والثاني عشر من مستخدمين النظاره. الحقيقه امبارحه كان عندنا احدى الحالات، نحن عم ناخذ حالات المجانيه اللي عم نعملها في احد مراكزنا، ففي عندنا احد الاطباء الدكتور سعيد بركات اخصائي العيون، فطلع معنا بمدارس كفر سوسة حالات من الاستجماتيزم العالي، يعني بالإضافة أحيانا في سوء انكساري وفي حادث غطش وفي أحيانا درجات عالية عم تطلع. يعني هاي كمان أخذت منا كمان وقفات إنه عدم انتباه الأهل وحالات كثيرة يعني. ويمكن دكتور مثل ما قلت يمكن بشكل عام موضوع العيون كثير بيتاخروا الاهل لحتى يكتشفوا اوقات انه في سبب معين، يمكن لانه حتى الاعراض يعني اعراض كثير قليل لحتى الشخص يمكن يحل فيها، حتى يكون وصل لمرحله متقدمه مثلا من عدم انه تغبش عينه او شيء بكثير اوقات ما بيخبر يعتقد انه هذا اللي عم يشوفه هو هذا الصح تماما. هون استاذ محمد يعني خلينا نحكي عن شكل الحمله كيف رح يكون، لانه نحن بشكل عام بنتعامل مع اطفال هن يمكن بيجهلوا كيف بدهم يعبروا اذا حسوا انه في شيء بعيونهم. لذلك لازم تكون الحمله على مستوى خلينا المسؤوليه الحكوميه، واللي الحقيقه بدرت فيه يعني بدرت فيه الشركه وتبنته وزارة التربية مشكورة بكل كوادرها الحقيقة، وعلى وجه الخصوص الصحة المدرسية وتهيئ كل هاي الكوادر لحتى تساهم بهاي عملية الفحص العامة لعدد كتير ضخم من الأطفال. النسبة يعني الرقم يتجاوز المليونين طفل، هدول بدهم نفحصوا على خلال سنتين. هلا أكيد الشركة لحالها ما رح تقدر، عم تحاول بالاعتماد على كوادر الصحة المدرسية وتدريبهم وتهيئهم، لأنه هنا غالباً بيكونوا بيعملوا الفحوصات، أو الصحة المدرسية غالباً بالعموم بتعمل قصص اللقاحات، بتتابع حالات صحية معينة. لكن مهمة مثل هاي مهمة كتير كبيرة وضخمة حقيقة، بدها تهيئ خاص، وهذا اللي عم تعمله. خلينا نقول نحن عم نزرع أول نقطة، فضربنا أول نقطة انتشت الدائرة، بالنقطة الثانية صاروا دائرتين ثلاثة. فنحن كوادرنا دربت كوادر الصحة المدرسية، وهدول هن كمان عم ينتقلوا لحتى كمان يدربوا كوادر وزملائهم الآخرين لحتى تتوسع الدائرة، ونقدر نغطي مساحة القطر بشكل عام بالفترة الحالية ومستقبلا. يعني مشان تضل القصة مو انه والله عن عمل استمرارية هلا وخلصت، هي لازم تتحول فيما بعد الى اجراء روتيني بنعمل مثل ما اللقاح للأطفال مشان يقدر يصمد كحالة صحية سنوية. كمان الحالة العينية يجب فحصها.
برجع مأكد على شغلي، العيون الناس والأهالي والأولاد ما بيعرفوا يعبروا عنه، وخصوصي بالعمر الصغير. وحكى الدكتور على نقطة أنا برجع بأكد عليها، تحت سن 9 سنوات نسبة التصليح أو معالجة هذا المرض كتير بتكون كبيرة، وإمكانية يعني تزبيط القصة بتكون كتير منيحة. كل ما تأخرت بصير مثل ما قال في عند، لأنه القصة إلى شغل على القدرة البصرية بتحريض الدماغ على تحريك هاي العين، وتقدر تتطور وتعمل قدرتها البصريه حتى ترتفع. يمكن عضلات العين بتختلف من سن لسن، ويمكن التدخل الجراحي اوقات بهيك عمر، او حتى في امراض معينه يعني بسن معين بيقول لك ما عاد نقدر نعمل شيء فيها. تمام. حملاتنا هلا شكلنا نحن مكتب علمي بيتكون من اخصائيين عيون، اخصائيين بصريين، اخصائيين كيميائيين، ونحن رح نساوي محاضرات نحكي الحقيقه اخصائيين عينيه رح يحكوا بشكل اسهاب اكثر لشرح هاي الحاله، وحتى لاسهاب اكثر لشرح القرنيه المخروطيه. وبطبيعه الحال نحن مثل ما قال الاستاذ محمد، وعمل ضخم يعني حقيقه عمل مش قليل، انك انت عم تقوم بهاي العدد الهائل الكبير، ونحن اخذنا سبورت كثير قوي من كثير جهات، ولقينا شغف كثير قوي من جهات حكوميه، كانت وزاره بالاضافه غير وزاره التربيه وزاره الثقافه اللي قدمت جميع مراكز الثقافيه، كمان ايضا منشآت خاصه. يعني مؤخرا احنا ندوتنا استضاف مجمع الابتاون بمشروع دمر، هو احد المساهمين وكان مشكور على احتضان الندوه، انه ايمان فيه انه بتاثير في الخدمه المجتمعيه كنشاط اجتماعي للمنشآت الخاصه. ايضا في عندنا مثلا منشآت خاصه ثانيه قدمت الهدايا للاطفال، من بتعرف الاطفال بحبوا البسكويت، مثلا استاذ طلال قلعجي مساهم قوي في الحمله. في عنا كتير يعني فعاليات، مثل عنا مثلا في 7 ميكس، هاي قناة جديدة شباب وصبايا غطوا بدأوا معنا من الحملة من أولها، ويزوروا المدارس ويزوروا الدورات ويروحوا مثلا يغطوا الأحداث، ما يكون في مقابل تطوع من عنده، كله تطوع أيوة، وهذا بيصور وبيغطي بدون ما يكون في عائلية يعني، هاي كتير شغلة كتير مهمة الحقيقة. أيوة هو 7 ميكس من الأستاذ حمزة وفريقه حمزة شعار. في عنا كمان كتير ناس لقينا هذا الشغف للعمل التطوعي الحقيقة، وندعو كمان نحن أي من خلال شاشتكم الكريمة أنه أي حدا بيحب يتطوع، لأنه هو عمل ضخم ومتعب وبحاجة الحقيقة، أي حدا بيحب يتطوع. طب أي حدا بيحب يتطوع أو شيء، في كورسات عم تتقدم للناس بالشأن الماركتينج أو بالشأن الطبي؟ هذا صار شغل شغل علمي الماركتينج. هلأ هو تماما، هلأ هو نحن في طبيعة كورسات للتسويق وكورسات طبية بالضبط، هو حتى كورسات تسويق. هلأ نحن بعد تقريبا أسبوعين رح نساوي مكتب خاص او جناح خاص بقسم الماركتينج الاستاذ محمد لاستقبال المتطوعين واعطائهم دورهم، انه انت وين دورك والى اخره، هاي رح يكون لها اجتماع، ومن بعد الاجتماع رح تتحدد وظائفه. يعني كمان استاذ محمد، يعني مثل ما بنعرف هي التجربه بحد ذاتها يمكن هي للمره الاولى بتنعمل بسوريا، وكثير قليل بالوطن العربي التجارب المشابهه اللي هي بيكون فيها تشبيك بين جهات خاصه مع جهات حكوميه مع ايضا دعم فني ومجتمعي. يمكن بنشوفه برا بالصين باليابان، بيكون في استثمار للفنانين حتى يمكن بياخذوا الاطفال، بيكون في رحل تعليميه مدرسيه كلها إلى أهداف. هل عم تفكر أستاذ محمد باعتبارك شريك بهذا العمل ومتطوع أيضا، أنه تأخذ هالموضوع منحة أكبر، يكون في إعطاء معلومة بشكل فني تفاعلي، ولك تجارب سابقة بالمسرح؟ هلأ عم نجهز قصص، هلأ نحن ما عم نحكي هلأ بجوز الحملة بتتعنى بالغطش. نحن من يعني الإيديولوجيا، خلينا نقول الفكر تبع التسويق، نحن ما بس الخدمة المجتمعية لنعمل حملة، حتى التثقيف البصري. نحن معظم الناس بتتعامل مع النظارة بشكل كتير 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 خفيف، هي لا هي النظارة والعدسة حتى في ناس بيخجلوا منها، يعني هي الحقيقة ضرورة ضرورة وعلم كتير كتير متطور. وأنا بسبب وجودي ما هلا مع هي صرت أعرف بعض التفاصيل اللي كتير هي أساساً كانت غايبة عني. هل هاي المعلومات اللي كانت غايبة عني واللي أنا تعرفت عليها من خلال العمل مع هاي الشركة رح ننقلها للجمهور العام عبر سلوغونات، عبر محطات إذاعية، رح ينعمل بعض الطرقية مثلاً، ورح ينعمل فواصل. هل أنا بعتقد الفواصل التلفزيونية، الفواصل اللي بتنزت على وسائل التواصل الاجتماعي كمسجات صغيرة، يعني مثلاً أنه
بدك نظارة شمسية لازم يكون مواصفاتها هيك لحتى تحمي عينك من المي البيضة اللي بتصير بالمستقبل. هاي بتنصاغ والحقيقة احنا باشرنا فيها مع أستاذ محمد شوي شوي وعم يحكي كلام علمي ما شاء الله عليه وربي يزيدني علما. يعني من نجم ومتألق إلى هو أول شيء اقتصادي انه معه بكالوريوس تجاره هلا اخصائي بصريه. يعني لا انا هو احيانا بيحكي بتفاصيل فنيه الحقيقه بقدمها بطريقه بيفهم الجمهور اكثر من الاشخاص اللي بسيطه اكثر من الاشخاص اللي بيحكوا في طريقه علميه. سالته عن دوره لانه يعني نعم. اليوم انا لما بجيب دكتور يعطي معلومه لطالب صغير هو عنده بجوز حتى ما يركز معه, اما لما اشوف الاستاذ محمد فبده يسمع تماماً. كل شيء بده يقوله هو كمان هو ضاف الاستاذ محمد. انا سوري دخلت الاستاذ لدعم الفنانين كذا. طبعا انا بتشكر كل اللي كني صاروا مثلا داعمين الحمله الست رنا ابيض وعبير شمس الدين وسوسن ميخائيل وطبعا استاذ يزن السيد وفريق معنا لا باس فيه والاستاذ نزار الفره والست هنا الصالح وفريق ماكن من الداعمين وما بعرف ما حاضرني طبعا هن 12 حدا اسف اذا نسيت. فلذلك هدول دور الفنانين احنا لمسناهم انه نحن عم دائما عم نغني القصه. يعني نحن ما شفنا الاطفال هودي لما شافوا الناس اللي بحبوهم وعم يشوفون عبر الشاشات وخاصه نحن في 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 ازمه ما كان في هذيك المناسبات لحتى يلتقوا الناس بالناس. يعني خاصه مثلا من خلال الندوه اللي سويناها عملنا حفل مرافق لها حفل مسرحي قام فيها الاستاذ احمد خطيب وطبعا شاركت بجني انه انسانيا انه جني بهذا الامر انه لقته للاطفال شاركت الاستاذ احمد خطيب. فلذلك رحنا لعمل انه شيء من الدمج. يعني كانت عم تكون ندوه علميه ترفيهيه اجتماعيه فنيه بنفس الوقت تكون بسيطه والفنان يعني بتنقال بطريقه بسيطه لانه المؤتمرات والندوات بتصير لاصحاب الاختصاص دائما بتصير اصحاب الاختصاص واللي هن التارجت ما بتوصلهم هي المعلومات. الحقيقه اللي نحن عم نعمله هي انا هون بدي اسال شو هو الاسلوب يلي عم تقدروا توصلوه اما للاهل او للاطفال من خلال يمكن افكار سلوغونات كثير حلوه مثلا يعني والافكار السهله او هلا في برنامج ان شاء الله رح يكون على الدراما عم ينشغل عليه بالتلفزيون. هي كمان فواصل تمثيليه صغيره تعنى بهي القصه يعني وفاصل قصير كثير. يعني هي مش محاضره هي هيك فكره مثل الوقت اللي احنا عملنا مثلا نعمل شيء لترشيد الطاقه الكهرباء حكينا عن حمله لقاح مثلا نعمل له غنيه نعمل له كذا. هذا نفس الشيء هلا عم نشغل عليه من باب تثقيفي ولا شك انه نحن ما بس عم نشتغل وطنيا نحن عم نشتغل كمان لحالنا. نحن عم نقدم حالنا كمؤسسه بتقدم بزنس وشغل لكن بنفس الوقت مو غايب عنا انه هي تقدم خدمات للمحيط اللي بتعيش فيه. نحن وقت نكون عم نقدم هاي الخدمات نحن ما في حدا يعني ما لنا منيه على حدا لانه نحن بنكون عم نخدم البيت تبعنا اهالينا واخواتنا وناسنا وبدون منيه وكل امتنان تماما. هو هون اخذنا القصه مثل ما قال الاستاذ محمد. يعني احنا اول شيء دخلنا بطبيعه الحال بصدق يعني انه خدمه مجتمعيه مرورا بهدف اعلامي بس لما دخلنا في القصه لقينا عمق انساني اكثر. تمام عمق انساني وخاصه في مناطق الحقيقه يعني بسبب انه الدوله عندها هموم كثير وخاصه بقصص الحرب فلقينا مثلا الناس انه رايح شوي عليهم الظل او رايح عليهم الضوء قاعدين بالظل او في امراض. تمام ايوه فلقينا فكر مدقع انه عندهم لازم الحاجه البصريه وما عم بيقدروا في ناس ما عندها قدره تشتري فاخذتنا القصه. ايوه بالضبط هي بحاجه لفعلا مين يدعمها يقدر يوصلها أيوة يعملها للدار. تماما فهي كمان حاولنا نلاقي لها حلول وهلا الحقيقه عم نحاول تكون القصه اوسع لانه النسب عم تكون ارقام كبيره كثير كبيره مزبوط. والحقيقه ما رح تقدر تقوم فيها جهه لحالها. طبعا المؤسسات الحكوميه بتقدم الدعم اللوجستي لكن بدك مؤسسات اهليه تدعم هذا الحكي بشكل مادي وبعتقد انه هذا كمان هلا عم نشتغل عليه شوي ان شاء الله بيكون نوسع فريق الشركاء لحتى يقدروا نقدر نغطي هدول الاولاد. يعني اي ولد ما عم يقدر ياخذ نظاره مثلا هلا عم نحكيها اسفين على التعبير بمنطقه كفر سوسه اللي عم نشتغل عليها المؤسسه. نعم. شركه البر قدمت لنا اياها. هلا 410 حالات بناء على تقرير الصحه المدرسيه عم يجي بياخذ نظارته مجانا طبعا وهي لها اهميه. يعني نحن كمان لازم ما نغفل انه حتى
حتى طريقة العلاج لها دور. يعني في هلأ للأسف مع الوضع الحالي والوضع الراهن بالبلد في ناس تسترخص أنه ما إلى قدرة تشتري من نظارة تماما نظارة فعلا هي يستفيد منها الطفل، فبتروح بتجيب مثلا من مكان رخيص نظارة هي أنه هي فيها درجة أو درجتين أو حتى من دون كشف عن تماما، هذا بيؤدي لمشاكل أكثر. فهذا شيء كثير مهم كمان، مو بس توعية أنه علاج. يعني هو الحقيقة بالضبط كمان احنا في لقينا تشاركية مثل ما حكينا عنها من أسبوع، كنا في مؤتمر حمص، مؤتمر العيني البصري الأول بالتشاركية مع نقابة الأطباء، ولقينا كمان سبورت كتير. يعني نقابة الأطباء، جمعية أطباء سوريا، عيون سوريا، يعني عم نلاقي كمان أطباء نفسهم عيون في مناطق معينة قدمت خدماتها لبعض الفقراء اللي ما بيقدروا يروحوا على مناطق نحن منجيبهم لعنا. وطبعا يعني كان هذا الامر جلي وتنفذ، مثلا في مشروع دمر احد اطبائنا الدكتور احسان محسن مشكور قدم هاي الخدمه، وطبعا غير مناطق ثانيه انا المشكله ما بيحضرني اسماء. فهي التشاركيه ودعم وسبورت نقابه اطباء سوريا وكمان المؤتمر اللي صار بحمص لاطلاق المحافظات الاربعه، اطلاق الحمله بجامعه الوادي الدوليه الخاصه، كمان اسهام الجامعه في هاي الحمله. يعني وين ما عم نروح، يعني مثلا الدكتور سمير سعد قدم كل الدعم لإنجاح هذا المؤتمر. كمان عندنا طاقم مثلا كان كتير كادر قوي من الدكتورة سناء عباس والدكتور رامز بيطار لتقديم هذا الدعم، وكان في تشاركية كتير حلوة بإطلاق الحملة التطوعية في أربع محافظات مع بعض، هني حمص ولاتقية وحما وطرطوس. وطبعا كان مرافق في كل هذا الأمر، يعني تحملوا عناء السفر الأستاذ محمد خير والأستاذ جيني إسبر بيقطفوا على جو المؤتمر الجدي وأهمية هذه الحملات وأهمية هذه التجمعات العينية البصرية للروح لنشوف الدنيا أحلى. نعم دكتور فادي، يعني قديش نحن فخورين أستاذ محمد أنه برغم كل الظروف بعدنا قلوبنا على بعض، وبعدنا يمكن عم ندور على بصيص الأمل وبصيص النور الموجود عند جيلنا، جيل المستقبل. بدنا نتشكركم وبدنا نتشكر كل الجهات الداعمة، شكرا كثير كثير كبيرة لجهودكم. إذا بتحبوا كلمة بتوجهوها أخيرة قبل ما نختم. هلا ما بدنا بنشكر الحقيقة كل الجهات اللي الحقيقة فعلا مهتمة، وبدي شكر الإخبارية والجهات الإعلامية الأخرى اللي فعلا عم بتحاول. نحن جاهزين لأي دعم أيضا، ما بتقصروا أكيد. نحن دغري دقينا باب، يعني نحن ما حكينا عن جهات أخرى. يعني نحن يا دوب حكينا مع الوزارة، مع السيد الوزير، بهيك قلنا انه قال احنا جاهزين كمان لاي فورا شيء. يعني فورا ما شاء الله، فورا. يعني طالما القصه هي وطنيه بامتياز، خدمه اجتماعيه ومجتمعيه، انا بعتقد ما حدا رح يقصر بالقصه، وما فيها كلف القصه، ما فيها تكليف للشخص، هي تكليف جهد فقط مو اكثر من هيك. بعتقد ما حدا رح يقصر، وحلو كثير انه احنا فعلا نخلي اولادنا يشوفوا الدنيا احلى من المستقبل طبعا. ونحن كثير سعيدين انه فعلا عم ناثر في المجتمع بالطريقه الصح، والشركه قدمت نفسها بالطريقه الصح. ومثل ما قال الاستاذ محمد، يعني الاعلام عنا يعني متسارع، صاير بشكل متسارع. كنا نشكي من بطء، هلا فورا مثل الندوه، يعني ما لقينا محطه الا ما كانت في الندوه من اول امبارحه. الكل فكره بتستاهل دعم طبعا اكيد. شكرا للسيد وزير الاعلام، وطبعا للكل. يعني ما شاء الله انا لقيت هذا الشغف، عم بقول كلمه شغف، فعلا لقيت شغف بالتعاون معنا في التعامل. تسهيلات، صار عدد المفحوصين حاليا وصل ل 35,000 بوقت بسيط، وفي عنا بخلال الفترات الجايه رح نوصل في منطقه دمشق ل 170,000 هي في الخطه القادمه. يعني احنا دائما قلوبنا لبعض، شكرا. بدنا نشكركم كثير على وجودكم معنا، واكيد مثل ما قلت استاذ محمد هي خطوه اولى الخطوات القادمه. وشكرا كثير، مشوار طويل اكيد. وشكرا كثير للدعم اللي عم تقدمه للناس، وانه حضرتك كدكتور نسيت شوي خلينا نقول الجانب المادي، هلا انت بس عم تشتغل انسانيا وجانب معنوي، وهذا كثير مهم بهذا الوقت. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا.